اللي راح تبحث على التهريب فيها، اماكن البر هذه راح تبحث عن المدفعات. تاخذ وقت شوي لان تاكد انه ما يوجد اي فقاعات. هذا باب السحب هو باب الخدمه، وهذا باب الضغط. راح اراويكم الفقاعات وين مكانها ومن وين تطلع. تلاحظون الفقاعات الصغيرة هذه، وهذا اللي تسبب التهريب. ما راح تكتشفها إلا إنك تكون مركز. عندنا مثل هذه المعدة مع الإبر، راح تستخدمها لشد. أو عندك هذه المعدة، بس هذه صغيرة طبعا ما أفضلها، أنا أفضل هذه لأنها شوي كبيرة. عندك هذا النوع بعد، بسم الله. تقريبا الحين ان شاء الله ما في اي تهريب. إبرة باب السحب أو باب الخدمة السيارة ممكن تجي على شكل إبرة تاير السيارة. إذا كانت بنفس الحجم راح تفكها. تجي نفس الإبرة مال السيارة وراح تبدلها. طبعا ما بيكون موجود فيها أي غاز أو ضغط داخل النظام. يوم بتشد طبعا مكانها هني، تشد على الخفيف لأنه ما تتحمل شد ممكن تنكسر عليك، فراح تشد على الخفيف. أما بالنسبة لإبرة باب
الضغط فتكون اكبر شوي حجما لان فيها ضغط عالي من ده. وهذه ممكن ما تحصلها يعني، راح نشوف شكلها لان اصلا مفتاحها كبير شوي، مو بالراس الصغير، تاخذ الراس الكبير. جاية اكبر حجما من الابره العاديه. طبعا اذا في تهريب عندك راح تبدل هذا الربله اللي داخل، اما الربله الداخليه هذه ممكن تجيب بدالها، وهذه ما تخترب بسهوله صح.